منعم كهرباء. لكن في البداية ما تنساش أفضل حاجة بنبدأ بها فيديوهاتنا وهي الصلاة على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. في بداية الحلقة ما ننساش كلنا ننزل في التعليقات ونكتب رحم الله شهداء فلسطين، ونعمل لايك للفيديو ونوصل الحلقة لكل الناس فضلا وليس أمرا. هنبدأ أول أخبارنا النهاردة طبعا باستعدادات النادي الأهلي لمباراة سيمبا التنزاني يوم الجمعة القادم بإذن الله، وحالة نفسية يمر بها مهاجم النادي الأهلي أنطوني موديتس كادت أن تنهي مسيرة صفقة الأهلي الجديدة، والسر عند والده. لا صوت يعلو فوق صوت أنطوني موديست مهاجم النادي الأهلي الفرنسي الجديد الذي بات بين قوسين أو أدنى للرحيل على النادي الأهلي في انتقالات يناير القادمة بفسخ العقد بالتراضي، نظرا للمردود السيء الذي يقدمه اللاعب وعدم اقتناع السيد مارسيل كولر باللاعب. ليصبح اللاعب حديث الإعلام والأعلى صوتا في الساعات الأخيرة، ما جعل الجماهير النادي الأهلي تتهم إدارة التخطيط بالنادي الأهلي بالفشل الزريع بعد التعاقد مع مهاجم يبلغ من العمر 35 عام. مواقف صعبة جدا في حياة أنطوني موديست صفقة الأهلي الجديدة. بالتفتيش في دفاتر أنطوني موديست في الساعات الأخيرة ستجد أن اللاعب الذي تألق بشكل لافت في السنوات الماضية وبات نجما شعبيا في ألمانيا كان على حافة اعتزال كرة القدم بشكل نهائي في الساعات الماضية بسبب معاناته من صدمة نفسية كبيرة إثر وفاة والده الذي كان الداعم الأول له باعتباره لاعب كرة قدم سابق. الفرنسي أنطوني موديست صفقة النادي الأهلي الجديدة كاد أن ينحدر إلى القاع بعد الوصول إلى القمة، وذلك بعدما صعد بكولن الألماني إلى الدوري الممتاز، ليصطدم اللاعب بعدها بوفاة والده جي موديست ما أثر على نفسيته بشكل كبير وجعله يفكر في إنهاء مسيرته بشكل نهائي داخل ملاعب كرة القدم المصرية. وهو الأمر الذي دفع السويسري مارسيل كولر باستبعاد أنطوني موديست من قائمة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، وعاد أنطوني موديست من جديد إلى صفوف النادي الأهلي بعد وفاة والده. ولكن مارسيل كولر استبعد اللاعب بسبب سوء حالته النفسية بسبب وفاة والده. موديست يتراجع عن الاعتزال، أحافظ على الإرادة لتقديم كل شيء، هكذا قال موديست بعدما استجمع قوته ليطرد الأفكار السلبية التي راودته وجعلته يفكر في خطوة الاعتزال في السنوات الماضية، ليتراجع عن القرار ويقرر استكمال مشواره داخل الملاعب وداخل النادي الأهلي إذا استمر في يناير مع النادي الأهلي. بالنسبة للخبر الثاني اللي موجود معانا النهاردة، وهو فكرة رحيل السيد مارسيل كولر، والساعات الماضية طبعا شهدت يعني حاجات كتيرة جدا في رحيل كولر عن النادي الأهلي في انتقالات يناير القادمة. النادي الأهلي طبعا أنقذ الأهلي من النفق المظلم. مارسيل كولر في مفاوضات جدة في الساعات الماضية بنادي النصر السعودي ونادي الشباب السعودي وكمان نادي اتحاد جدة السعودي، دخل في مفاوضات مع السيد مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي. ولكن المدير الفني يفكر في العروض بقوة، خصوصا أن المبالغ المادية طائلة، ويقول كولر يتمسك بالبقاء مع النادي الأهلي ويرفض العروض الخارجية. السويسري مارسيل كولر تلقى المدير الفني للنادي الأهلي عرضين قويين جدا من نادي
الشباب السعودي ومن نادي ونادي النصر السعودي، مما أدى طبعا يعني إلى تفكير المدرب في العروض في خلال الساعات الماضية، رغم ارتباط السويسري بعقد يمتد لموسمين قادمين بخلاف الموسم الجاري. كولر جدد عقده مع النادي الأهلي، نهاية أغسطس الماضي لمدة موسمين بخلاف الموسم المتبقي مع النادي الأهلي في عقده، ليستمر في القلعة الحمراء 3 مواسم مقبلة. وينص تعاقد كولر مع النادي الأهلي على الرحيل بعد نهاية أول موسم مقابل تسديد 1 مليون يورو، فيما يمكن للمدرب السويسري الرحيل بعد تاني موسم له مجانا وفقا للشرط الجزائي الموجود في تعاقده مع النادي الأهلي. كولر بيرفض كل العروض في الوقت الحالي، ولكن يفكر فيها في نهاية شهر ديسمبر. إذ الكرار الحقيقة يا جماعة إن العرض المقدم من نادي الشباب السعودي، كان نادي الشباب مقدم 3 مليون دولار في الموسم، ولكن العرض ارتفع يعني بطريقة غبية ومبلغ ضخم جدا، يعني صعب أي حد يرفضه، وصل ل 8 مليون دولار في الموسم خالي الضرائب. تخيل 8 مليون دولار خالي الضرائب، ولكن كولر رفض الحديث في أي حاجة دلوقتي غير في شهر 12، في نهاية شهر 12، وهيبدأ يفكر في الكلام ده كله، وهيبدأ يفكر في العروض اللي متقدمه له. والحقيقة هو يعني قرار وعرض، يعني الحقيقة ما ينفعش حد خالص يرفض الكلام ده نهائي. أخبار داخل النادي الأهلي وقرار جديد من الفيفا بشأن غرامة كهرباء واتجاه للإلغاء ومعسكر النادي الأهلي. أول ظهور والفيفا بيخطر اتحاد الكرة بمد عقوبة كهرباء لمدة 30 يوم، والفيفا بيرسل خطاب يعني رسمي لاتحاد كرة القدم بيكشف فيه موعد سداد الغرامة أو إلغائها في حالة وجود مستندات تدل على التزوير. مصدر يكشف لموقع مصراوي موعد سداد غرامة كهرباء في حالة واحدة لنادي الزمالك. قال المصدر كهرباء يسدد غرامة الزمالك منتصف أكتوبر الجاري، ولكن أكتوبر منتصف أكتوبر عدى. أضاف كمان أكد أن كهرباء إذا لم يسدد الغرامة منتصف أكتوبر هيكون في اتجاه قوي داخل الفيفا بالتحقيق في الواقعة كاملة وجمع جميع المستندات والنظر فيها من جديد، يعني خوفا أن يكون في تلاعب أو تزوير في عقود محمود عبد المنعم كهرباء داخل نادي الزمالك، وهذا ما يؤدي إلى إلغاء الغرامة على اللاعب. على فكرة يا جماعة، في أقاويل كتيرة جدا بتقول إن غرامة كهرباء هتتلغي، وده طبعا قرار من الفيفا. وخبير اللوائح تمام بيقول إن كهرباء قد يتسبب في إلغاء الدوري المصري، وكمان في كواليس ارتياح داخل إدارة النادي الأهلي رغم عقوبة إيقاف محمود كهربا، ولكن اتجاه قوي من الفيفا لإلغاء الغرامة على اللاعب، وقرار صادم من الفيفا ضد نادي الزمالك في حالة وجود تزوير في العقود المقدمة من محامي نادي الزمالك. سيتم إلغاء العقوبة فورا وإلغاء الغرامة، ولن يتم النظر فيها مجددا. بكده صديقي نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، ياريت تدعمونا باللايك للفيديو وبالاشتراك الحلو في القناة علشان يوصلك كل جديد. أشوفك على خير، مع السلامة.